مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبسط جدا بتهتم بالنكت والطرائف والامور الغرائبيه، يعني اي حاجه كده فيها حس الفكاهه والدعابه مواقع التواصل الاجتماعي بتهتم بيها. فطبعا قرار حظر النشر في معظم القضايا اللي احنا بنتابعها بتنطبق عليه نفس المواصفات، نكت، يعني ناس بتهزر أين تكمن النكت مش اكتر. في مثل هذا القرار؟ ان انت في الاخر في قضيه زي ان النكته، هو في قاضي فاسد طلب رشوه جنسيه واضحه خلاص، ما يعني بتحظر النشر ليه؟ انت اكيد بتهزر، اكيد بتهزر ان انت بتقول ان انت بتحظر النشر، يعني ايه ايه في ده يتحظر فيه النشر غير ان انت حابب تهزر وتبلغنا ان انت دمك خفيف يعني مش اكتر يعني.